الراديو 90 هواها مصر. الأسبانية بتقول حاطين صورة لزيدان وبيقولوا زيدان بغضب. في حاجة غلط، ايه اللي بيحصل؟ يعني مستاء جدا وغاضب جدا وجميعنا محبط رغم الفوز، ها؟ لكن في حالة احباط بسبب 5 مباريات كاملة هيغيب عنها رونالدو، ودي مدة كبيرة جدا. ده زيدان بيقول وعمل ايه لكل ده. فطبعا انتوا عارفين بيحصل ابيل، بيحصل استئناف للقرار. ريال مدريد بعت لاتحاد الكرة الاسباني انه بيتظلم من القرار وبيصعدوا الموضوع، لو الاتحاد الاسباني ما قبلش الابيل هيصعدوا للمحكمة الرياضية كمان. يعني مش هيسكتوا ريال مدريد على العقوبة دي. وزيدان بيطالب ان اللجنة تراجع قرارها مرة تانية علشان يخففوا العقوبة. ماركا بتقول هذا ما لديكم، دي كتيبة زيدان تسعى لتكليل مجهودها باللقب، زيدان على بعد خطوة من لقبه السابع. هحكي لكم بقى يعني أحداث للمباراة. ريال مدريد جاب جول من غير رونالدو، وجاب جول برونالدو، وجاب جول تالت وهو بيلعب 10. ليه كل ده؟ لأن خلاص ريال مدريد ما بيعتمدش على رونالدو فقط، بيعتمد على تيم وورك، على فريق بيلعب. مودريتش كان غايب، ومودريتش من أحسن لعيبة وسط الملعب في العالم، غاب عن المباراة لأنه كان موقوف. مين لعب مع بداله؟ كوفازيتش. عمل أحلى ماتشات، كوفازيتش كان في الماتش ده وخرج مصاب. الماتش النهارده مش هيلعب، لكن مودريتش راجع. اذا ريال مدريد يقدر يكسب باداء جماعي من غير رونالدو، وبرونالدو كراس حربه خلاص تقريبا بنشوفه راس حربه تاني. ريال مدريد عمل حاجه رقم مهم قوي هقوله لكم فنيا. جزء من علم كره القدم هو الهجمه المرتده. الهجمه المرتده المدربين بيتمرنوا عليها، بيمرنوا اللعيبة عليها، وبتتعمل بزمن. الزمن متوسط الهجمة المرتدة كان من 12 ل 15 ثانية. عارفين يعني ايه؟ يعني في خلال 12 15 ثانية اول ما بتقطع كورة بتعمل هجمة مرتدة علشان تروح تخلق فرصة او تجيب جول. طيب الجولين اللي جم بتاع رونالدو وبتاع اسانسيو كانوا من هجمات مرتدة. تعرفوا الرقم وصل كام؟ 10 11 ثانية. معنى كده ان حصل تطوير في الهجمة المرتدة بالنسبة لريال مدريد. ولو رجعتوا لماتشات ريال مدريد هتلاقوا اهداف كتيرة قوي من الهجمات المرتدة. اذا حصل تطوير في التوقيت، وحصل تطوير للعيبة في ان هم ازاي يوصلوا بمجرد ما بيقطعوا كورة، ازاي يعملوا هجمة مرتدة بباستين او 3 باسات او ممكن 4 تمريرات يوصل بيها لل 18. يعني بتتعمل من ال 18 لل 18. يبقى اذا هنا ريال مدريد بيحقق حاجه جديده مع زيدان. وعشان كده سؤال الحلقه في الريمونتادا كنت عايز اقول لكم كمان تقدروا تبعتوا لي تقولوا لي ايه اللي بيميز زيدان. يعني ده سؤال جانبي كده، ايه اللي بيميز زيدان انه ياخد 2 تشامبيونز ليج وياخد دوري وداخل على بطوله العالم للانديه والسوبر خلاص على بعد خطوة أو 2 النهاردة؟ في إيه في زيدان؟ زيدان ما بقلوش 3 سنين ما كملش، لكن كان مساعد لأنشيلوتي وكان مدرب للسكن تيم. طيب ليه زيدان؟ عنده إيه؟ لا عنده حاجات كتير. أولا المدير الفني لازم يبقى كاريزما، بس في جزء مهم قوي للمدير الفني، لازم يكون مقنع للعيبة. يعني ايه مقنع؟ يعني لما يتكلم في الكورة اللعيبة تقتنع بكلامه. شكله وشخصيته وفرض احترامه، ويكون فير جدا مع اللعيبة، يدي فرص للعيبة يلعب مع يخلي كل لاعب له قيمة في الفريق. ده زيدان بيعمله. لكن انه يسخر مجموعة تعدي 20 لاعب كلهم اساسيين، واي لاعب يلعب واي لاعب يلعب في اي وقت ينزل ويأدي بشكل اساسي. النهارده بنشوف اسكو واحد بقى من نجوم العالم، اسانسيو داخل وهتشوفوه بعد كده انه هيبقى من نجوم العالم. طيب في وجود
بيل، في وجود رونالدو، في وجود بنزيما، في وجود مودريتش. كروز لعيب شيك، يعني تقدر تقول كده ايه، موديل في الكرة، كل كرة بتطلع من رجله ليها قيمة، تحركاته من غير كرة، الأداء الدفاعي. كازيميرو نقطة تحول في أداء ريال مدريد طبعا، لأنه زيدان بيحول طريقة اللعب من 4-3، من 4 كانت 4-2-3-1 لو تفتكروا، حولها ل 4-3-3، وساعات بتبقى 4-4-2 كمان. وبالتالي فريق ريال مدريد يستحق الإشادة بيه ويستحق البطولات، لأن في حالة زيدان خلقها وسط اللعيبة، مش جوه الملعب لا، كمان بره الملعب، والكاميرا لما بتيجي على اللعيبة الاحتياطي بتشوفوا قد إيه بيشتغلوا كلهم لصالح ريال مدريد. أهلا بيكم مرة تانية ورجعت لكم. عندي لسه أخبار عن الكلاسيكو مهمة قوي تعرفوا بعض التصريحات والأرقام. موقع ريال مدريد الرسمي بيتكلم على ان الفريقين المواجهة السابعة في البطولة دي، والريال فاز باللقب ده 5 مرات على حساب برشلونة، 92 97 93 90 88. بشكل اجمالي ريال مدريد توج بالكاس السوبر الاسباني 9 مرات، اما برشلونة فحقق لقب السوبر 12 مرة كأكثر الاندية الاسبانية، لكنه حققه مرة واحدة على حساب ريال مدريد. في ارقام الماتش كانت ايه؟ ارقام الماتش غريبة جدا الكلاسيكو اللي فات، علشان نشوف النهاردة هيحصل ايه. برشلونة 61% استحواذ رغم انه مغلوب 3-1. ريال مدريد 38.5%. دقة التمرير 87% لبرشلونة و83% لريال مدريد. الكورنرز 13 لبرشلونة و4 لريال مدريد. خلوا بالكم الارقام كلها رايحة لبرشلونة. حتى التسديدات، اجمالي التسديدات 16 لبرشلونة وريال مدريد 12. تدخلات الدفاعية بقى هنا نقف عند دي، لان هنا بيورينا ريال مدريد كان بيدافع ازاي. التدخلات الدفاعية 34 لصالح ريال مدريد قصاد 16. يبقى اذا هنا الاحصائيات بترد على بوسكيتس، ولما بيقول احنا محتاجين نلعب بقوة في الدفاع، احنا عارفين ثلاث اجوال اللي دخلوا في برشلونة هتلاقوا دايما بيكي موجود، سواء في البلوك اللي عمله مع اسانسيو، او رونالدو لما شاط الجول، وطبعا الجول الاولاني كان اون جول باقدام بيكي. وبالتالي الارقام مش بالضروره تبين لنا كاحصائيات مين اللي فاز، ممكن تبين لنا مين مستحوذ، مين تسديداته اكتر، لكن مين ايجابي اكتر، مين افكتيف على الجول اكتر، مين هجماته مؤثره، مين فرصه اكتر، دي ما بتظهرش في الاحصائيات لكن بتبان في الماتش. طبعا باولينيو خلاص جه من فريق صيني في مقابل 40 مليون يورو لبرشلونه. اربيلوا مبسوط جدا وقال ان برشلونه مش هيقدر يكسب ريال مدريد حتى لو هم ب 12 راجل. طبعا قصف جبهه هنا علشان التحكيم. ريال مدريد مفيش تغييرات في تشكيلته، الديفنس هو كارفاخال وفاران وراموس ومارسيلو، وراهم طبعا نافاس، كازيميرو وكروز، مودريتش بيخش، وزي ما قلت لكم مفيش مشكله خالص مين بيلعب، اسكو موجود وبيل وبنزيما لان رونالدو موقوف، وكوفازيتش اللي بدا الماتش اللي فات اصيب. وبالتالي ده التشكيل اللي هنشوف بيه ريال مدريد.